انضم إلينا مباشرة عبر تطبيق زوم الدكتور علي الخلاقي الأكاديمي والأستاذ في التاريخ والحضارة الإسلامية. مرحبا بك معنا دكتور علي، وبداية ما دلالة تبني المجلس الانتقالي للمناسبات الجنوبية وإعادة تفعيلها كما هو الاحتفال اليوم بعيد العلم الذي ألغي الاحتفال به بعد أحداث 94؟ شكرا لكم وللمشاهدين الكرام، وفي البدء نتوجه بتحية إجلال وتقدير لكل المعلمين الذين يحملون رسالة نبيلة لنشر العلم وضيائه في أفياء الوطن. وصدق الشاعر القائل: قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. الحقيقة أن استعادة الاحتفال بيوم العلم هو استعادة لتاريخ وهوية شعب الجنوب الذي تعرض لطمس هويته ومعالمه وفساد نهج التربية والتعليم منذ احتلاله في العام 94. نعرف أن هذا اليوم كان عيدا وطنيا تحتفي فيه الأسرة، المجتمع، الدولة، ويكرم فيه الأوائل من الطلاب والمتميزين من الأساتذة والمعلمين، وكان هناك إقبال وتشجيع من المدرسة والدولة للعلم والتعليم. ولذلك حققت بلادنا قبل الوحدة المشؤومة درجات عالية من التطور العلمي، وانتشر التعليم في أرجاء الوطن ليس فقط في المنشآت التعليمية، ولكن أيضا في المستوى التعليمي الذي فقد رونقه منذ العام 94، وتم كما أسلفتم في تقريركم إلى طمس كل ما له بصمات جيدة، سواء في التعليم، في الثقافة، في الفنون، طمس هوية شعب بكامله، وتحويل الوحدة من شراكة إلى ضم وإلحاق واستعمار كما اعترف بذلك جنرال الحرب وعراب الإرهاب علي محسن الأحمر. سنتحدث حينما قال دكتور بعظمة علي عن هذه التفاصيل بالتأكيد، ولكن دعني قبل أن نصل إليها أن نود الحديث عن رمزية الاحتفال بهذا اليوم التي لها صداها في الفترات السابقة وفي الفترات الحالية لربما. ما الرابط بين نهضة المجتمع والعلم الذي ترافقه التربية بلا شك، ما هو حال التعليم في الأزمان السابقة؟ دون شك أن لهذا اليوم دلالاته النبيلة والعظيمة، واستعادة الاحتفاء به يعني البدء الآن باستعادة مكانة التعليم التي فقدت تلك المكانة المرموقة خلال سنوات الثلاثين الماضية. يعني أن شعبنا وأن مجلسنا الانتقالي الذي يسعى لاستعادة دولة شعبنا وهويته سيضع مسألة التعليم ضمن أولوياته. هناك تفكير بإعادة التعليم ومستوياته إلى ما كانت عليه، واللحق بركاب التطور العلمي الذي تشهده بقية الدول، سواء من دول العربية أو الأجنبية، التي لا تنهض إلا بالعلم والتعليم. التعليم اختطفت مناهجه منذ العام 94، وزيفت بالكثير من الأكاذيب التي حاول النظام السابق أن يفرضها كحقائق وثوابت، ولكن شعبنا محصن من هذه الأفكار. وها هو الآن الحوثي يحاول أن يسير مناهجه التي تطمس كل شيء جميل في مناطق سيطرته، ويحولها إلى مناهج تستلهم فقط سيرة رموز السلالة
الحوثية بما تمثله من نظام كهنوتي متخلف لا يمكن أن يتوافق مع روح العلم والتطور. شعبنا أبى هذا الاحتلال الحوثي ودحره من عدن والجنوب في العام 2014، ويسعى الآن بخطوات موثوقة وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لاستعادة نظامه وهويته واستعادة كل ما له صلة في التطور بما في ذلك المناهج التعليمية والتنسيق مع الأشقاء للنهوض بشعبنا الذي لا يمكن أن ينهض إلا بالتعليم وبالتطور العلمي للحاق بركب هذه الحضارة الإنسانية التي نراها متجسدة الآن في كثير من الدول التي كنا نسبقها، ولكن سنوات الاحتلال أعادتنا القهقرة إلى الوراء. بالحديث دكتور عن العوامل التي عمل عليها النظام في ما بعد حرب 94 في التعليم، ما الذي اختلف عن العملية التعليمية ما قبل العام 90، وما هي أبرز النقاط التي تم العمل عليها لكي يصل الجنوب في هذه المرحلة بمستوى تعليمي لربما متدهور؟ التعليم يعني كان بعيدا عن التسييس، وحتى المناهج التي درسنا فيها في السبعينات كانت معظمها مناهج مصرية. وبعد حرب 94 سيطر حزب الإصلاح اليمني الجناح المعروف للأخوان المسلمين على المؤسسة التعليمية ونشر ما سميت بالمعاهد التعليمية وهي معاهد مسيسة، وخرج منها معلمين يقومون بنشر الأفكار الإخوانية عبر المناهج التعليمية، وسعوا إلى تغيير كل المناهج التعليمية التي كانت سائدة. ونعرف أن أهمية التعليم في تنشئة الأجيال وفي تعبئتهم لحمل أي رسالة يقومون بها، فهذه السيطرة أفقدت التعليم أولا اتجاهه العلمي وتحول إلى تعليم مسيس بمنهج إخواني للأسف الشديد، وتم فرض ذلك المنهج حتى لا زال تقريبا في كثير من المقررات المدرسية يحمل ذلك المنهج. الأمر الذي يتطلب تغيير ذلك المنهج تغييرا كاملا من قبل فريق متخصص بعيد عن التسييس لكي يظل العلم منارة تتلقى فيها الأجيال التعليم وبعيدا عن الولاءات الحزبية والسياسية. هذا ما ينبغي أن يكون لدلالات هذا اليوم الذي نحتفي به مجددا. نعم، نشكرك جزيل الشكر الدكتور علي الخلاقي الأكاديمي والأستاذ في التاريخ والحضارة الإسلامية على وجودك معنا وكل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.